مشاهدينا نحييكم من جديد. رفع أسعار الغاز الطبيعي هل يؤثر سلبا على الغلابة والبسطاء أم أنه يغلق الأبواب أمام استفادة الأغنياء من الدعم الذي لا يستحقونه؟ هناقش هذه القضية مع ضيوفي ما بين مؤيد ومحتج. مهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي. مهندس محمد أهلا بيك. أهلا الأسبق. الأسبق. ودكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول. دكتور رمضان أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. دكتور صلاح أهلا بيك. أهلا بيك. قبل بس مبدأ المناقشة لواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. سيادة لواء أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ وائل. أهلا وسهلا. أهلا بيك سيادة لواء. بس وإحنا بنتابع قضية الشهيد أحمد زكي أصبح فيه تساؤل عند المواطنين، كيف نترك ضباط الشرطة فريسة سهلة للجماعات الإرهابية بهذا الشكل؟ حددت أماكنهم وعناوينهم وتليفوناتهم ورصداتهم ومع ذلك ما زالوا فريسة سهلة، لماذا؟ أستاذ وائل يعني وأنت حضرتك ضباط الشرطة هم مواطنين عاديين ساكنين وسط مواطنين عاديين، أنت ما أنتش عامل لهم كومباونات أو معسكرات مخصوص للساكنين فيهم أو أماكن سكن ليهم أو مدن. فده ناس ساكنة في حتة عادية جدا، انت ما تعرفش حضرتك مين جاره، ما ممكن يكون واحد من جيرانه ده هو اللي مبلغ عنه او هو اللي زارع له القنبلة. هي ده الاشكال كله، انما حضرتك كنت بتقول ما فيش خطط امنية، لا ده يوميا في خطط امنية بتتغير واماكن تمركز القوات بتتغير، لكن ما مش هنقدر نغيره اللي هو مسكن الضباط. أنا بس كان تحفظي أن أنا أمام سلسلة عمليات تمت بنفس الشكل بنفس السيناريو بنفس الأسلوب، معنى كده أنني لم أتمكن من الوصول إلى نفس التنظيم اللي بيقوم بهذه العمليات. هنا إما في قصور في المعلومات، يعني ليس من منطلق جلد الذات لكن من منطلق محاولة حماية ضباط الشرطة ومحاولة البحث عن حلول. يعني تفضل. لا انت حضرتك دلوقتي في كذا حاجه، انا ما اقدرش انكر ان في خلل في المعلومات فعلا، وده بقول نتيجه ان هم تقريبا حطموا جهاز امن الدوله. احنا الدوله الوحيده اللي في العالم لما قامت ثوره حطمت جهاز الامن بتاعها. شاوسيسكو لما قتلوه في رومانيا ما عملوش كده، قيموا نظام الامن الداخلي عنده لكن ما لغوش جهاز بالكامل برغم من تاريخه من أكثر من 70 سنة. كل هذه المعلومات والأرشيف الموجود فيه ضمر، وده ضمر لمصلحة ناس معينة اللي احنا بنعاني منهم دلوقتي. هذا الجهاز احنا ابتدينا نشتغل فيه تاني من حوالي 2 سنين، خلي بال حضرتك هياخد وقته، ما نقدرش ننكر ان ده خطأنا احنا كمصريين. طيب هل توصلتم لمعلومات سيادة اللواء فيما يتعلق باستشهاد الشهيد العميد احمد زكي؟ هي اجهزة البحث شغاله دلوقتي وان شاء الله ربنا ييسر، ولكن في اصابع اتهام لناس معينه. طيب سؤال اخي، اذا يعني لو انا شايف انه رصد ضباط الشرطه عناوينهم بيوتهم اصبح سهلا، هقول اصل انا مش هينفع اعزلهم، لابد ان نبحث عن حلول لذلك. يعني شوف يا استاذ وائل، انت النهارده برضه حضرتك ما تجيش تقول ان وزاره الداخليه هتتحمل العبء الامني بس، انت بتواجه ارهاب، الارهاب ده لا تواجهه وزاره واحده، لابد ان تواجهه الدوله بالكامل. في دور على الدوله وعلى الشعب وعلى الاعلام وعلى الازهر. دور الدوله حاجتين اتنين، صدور قانون الارهاب ومصادرة جميع ممتلكات وشركات الجماعة الإرهابية اللي بتستثمر فلوس الناس وبتاخدها عشان تشتري بيها سلاح وتعمل عمليات إرهابية ضد هذا الشعب. نمرة اثنين، دور الشعب. الشعب لابد أن يقاطع جميع الشركات والمحلات بتاعت الجماعة الإرهابية، ودي معلومة على سبيل الحصر. نمرة اثنين، الشعب لابد أن يدي كافة المعلومات اللي عنده لأجهزة الأمن ويساعده، لأن دي النهارده مش صراع ما بين الشرطة والجماعة الإرهابية، لا، الجماعة الإرهابية النهارده بتنهك أو بتغتصب حق الشعب بالكامل. نمرة ثلاثة، وهو دور الأزهر الشريف، لابد من تكثيف دور الأزهر الشريف
والتوعية الدينية لجميع المواطنين عشان الناس دي تتعرف حقيقتها ايه، وربما حد منهم يقتنع ويعود لرشده تاني. نمرة 4 والدور المهم بقى وهو دور أجهزة الإعلام. احنا النهاردة لابد أن نكثف حملاتنا الإعلامية خارجيا وداخليا. انتوا الحقيقة جميع القنوات الفضائية جمعت مجموعة من السيديهات تفضح جريمة هذه الجماعة الإرهابية، ولم تستغل خارجيا للأسف الشديد. يعني انت حضرتك خدت الكلمة دي من على بوقي. آه. لكن لابد انتوا النهاردة قنواتكم الفضائية لكم ارسالكم على مستوى العالم بالكامل، لابد ان تذاع دايما وتوروا للناس بره. يعني احنا انا بقول الحمد لله رب العالمين. آه. ان الفتره دي السعوديه اعلنت ان الجماعه دي جماعه ارهابيه، ده كان ليها موقف تاثير كبير جدا وتعبيط للموقف المصري. يعني حتى لما جه اوباما مشي ما حققش نتائج في زيارته للسعوديه. طيب سيادة اللواء، عشان بس انت حاجه جيت عليها بسرعه كده، انت شايف ان في محلات لجماعه الاخوان او قطاعات اقتصاديه يقبل عليها بعض المصريين بيشتروا منها، وبالتالي نحن ندعمهم ماديا، وهذه الاجنحه الاقتصاديه او المحلات او الشركات تقوم بالانفاق على العمليات الارهابيه؟ طبعا يا استاذ وائل، والمحلات دي سيادتك عارفها والناس المواطنين عارفينها كلها، ومش المسلمين بس اللي بيخشوها، لا ده المسلمين والمسيحيين. محلات شهيرة، يعني المحلات الشهيرة اللي في كل المجالات، إذا كانت أساسات ولا ملابس ولا مواد تموينية، وفي شركات كمبيوتر، الحاجات دي كلها مدارس. عشان ما تذكرش أسماء دلوقتي وتبقى دعاية، الناس كلها عارفة الشركات دي إيه. لابد إن الحكومة والشعب والقضاء والإعلام والأزهر يتكاتف كله مع الشرطة والجيش. النهاردة صراع دولة، خلي بال حضرتك، هم مش هيهدوا أبدا إلا إذا شافوا العين الحمراء بالقانون. بالقانون بالقانون. احنا اتضحك علينا يا أستاذ وائل وقعدوا يهتفوا، وللأسف في ناس قعدت تغني ولغينا الحرس الجامعي. النهاردة الجامعة بقت إيه؟ أنا ما يهمنيش طلبة الجامعة، أنا بقولها لسيادتك وأنا رجل أمني مسؤول، أنا اللي يهمني كادر الجامعة من المتطرفين. جامعات مصر كلها بتشغي بأساتذة في اتجاهات سياسية ما كانوش الأول يقدروا يفتحوا بهم طول ما كان في جهاز أمن الدولة، وكان طول ما كان في الحرس الجامعي. النهارده لغينا الاثنين دول وقلنا الحريات ومش الحريات، إحنا بندفع الثمن، وحضرتك شايف الجامعات يوميا بيحصل فيها إيه. والتمويل والحاجات دي بتخش للطلبة في عربيات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. تمام؟ النقطة الثانية حضرتك، النهاردة إحنا أصبحنا دولة بدون جهاز أمن داخلي، لسه بنعيد إنشاؤه تاني. الجهاز اللي كان من أحسن 5 أجهزة أمن داخلي في العالم، النهاردة حطمناه لمصلحة شخصية، وقلنا ومشينا ورا النغمه بتاعت الحريات الحريات. النهارده احنا بندفع الثمن. النهارده حضرتك داخل جامعه الازهر في المظاهرات بيترفع علم القاعده يوم الجمعه 16/8 بعد فض اعتصام رابعه بيومين في ميدان رمسيس قدام جامع الفتح، اترفع علم القاعده. حضرتك فاهم الكلام ده يعني ايه؟ النهارده في مصر الامن والامان بيترفع فيها علم القاعده. لواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، بتوجه لعدك بالشكر، ألف شكر، وقالنا كلام في غاية الأهمية. هنتلقى اتصالاتكم على الشاشة فيما يتعلق برفع أسعار الغاز. في الحقيقة حالة مزايدات عند الكثيرين، الحقوا الغلابة والبسطاء يتم قتلهم ودهسهم واغتيالهم بعد رفع أسعار الغاز، لكن في المقابل في ناس بتقول أنه نعم رفع أسعار الغاز سيؤثر على الغلابة والبسطاء. هنحاول أن نتعرف على الحقائق. هبدأ بالمهندس محمد شعيب. مهندس محمد، يعني بوضوح لو عاوز أبين للناس أنه هرفع أسعار الغاز، ده هيؤدي للمساس بالغلابة والبسطاء، ولا هيؤدي إلى إغلاق الباب أمام استفادة البعض ممن لا يستحقون الدعم، من دعم لا يستحقونه، وبالتالي انا بفيد المجتمع وبفيد كمان الغلابه والبسطاء، ايهما صح؟
لا، هو في الحقيقة لابد أن نعرف الأول بعض الحقائق عشان الناس تبقى عارفة السعر إيه وبقى إيه. الشريحة الأولى في القرار بتاع رئيس مجلس الوزراء اللي هي الـ 25 متر مكعب الأولى دي تعادل القيمة الحرارية بتاعتها، تعادل القيمة الحرارية لاسطوانة ونص بوتاجاز. دي تساوي اسطوانة ونص بوتاجاز. القيمة الحرارية لاسطوانة ونص بوتاجاز. وبالتالي برضو عشان نبقى عارفين، مصر فيها تقريبا 20 مليون أسرة. ال 20 مليون أسرة متوصل ليهم غاز، حوالي منهم حوالي 5.25 مليون أسرة، وال 14.5 التانية دي شغالة بالبوتاجاز. ال 14.5 التانية دي بتستهلك في السنة تقريبا 4.5 مليون طن بوتاجاز. بمعنى آخر، متوسط استهلاك الأسرة في مصر يختلف بين الريف والحضر، ويختلف باختلاف مستوى المعيشة، ولكن المتوسط بتاعه من اسطوانة ونص لاسطوانتين. ده المتوسط بتاع الاستهلاك بتاع الأسرة العادية في جمهورية مصر العربية كلها. وبالتالي اما نيجي نبص نلاقي اسطوانة ونص الاستهلاك بتاعهم دون مصروفات إدارية ومش عارف إيه هيبقى 10 جنيه، لأن الشريحة 25 في 40 قرش يبقى 10 جنيه. ال 10 جنيه دي معناها لو أنا بقسمها على اسطوانة ونص يبقى بتكلم تقريبا في 6 جنيه وربع ولا حاجة. الاسطوانة العادية بتاعت البوتاجاز من المخزن من المستودع بتاع الأنابيب بتتباع ب 8 جنيه. وبالتالي دلوقتي السعر بتاع البوتاجاز تقريبا زي سعر الغاز، قريبين قوي من بعض. وبتاع الغاز يعني اللي بيدخل له الغاز اللي بيستهلك حضرتك بتقول ال 25 متر مكعب اسطوانه ونص. مظبوط. لو استهلكهم في الشهر، يعني النهارده لو استهلك 25، وده الغالبيه، يعني حوالي 65 70% من الاسر المصريه اللي متوصل لها الغاز بتستهلك 25 متر مكعب. 25 و30 متر مكعب. فدي الشريحه العظمى من استهلاك الشعب المصري، ودي لن تتأثر، ودي هنبص هتلاقي التأثير بتاعه مفيش تأثير خالص. ده الاسطوانة سعرها بعد سعر الغاز بعد ما زاد بقى قريب جدا من سعر أخوه اللي بيشتغل بالبوتاجاز، فمفيش فيها حاجة. أنا لما تسألني على القرار حق، أنا كنت أتمنى أن ده يبقى جزء من كل، بمعنى أن أنا أتعامل مع كل المنتجات البترولية وكل مصادر الطاقة بما فيها الكهرباء مرة واحدة، يبقى بيتم حوار مجتمعي كامل لتعريف الشعب المصري بحقيقة موارده ومشاركته في وضع أولوياته في التصرف في هذه الموارد، وفي نفس الوقت يتم التصدي لموضوع الدعم بشفافية كاملة عشان نشوف هذه البلد قادرة على الاستمرار في الدعم لحد إمتى. ولازم نربط الدعم بالاقتصاد عشان نقدر نبص احنا رايحين فين وجايين منين. لكن السعر بتاع الغاز ده عشان يعلى مش هيأثر على حد خالص. ليه؟ انا عايز افهم قرار رئيس الوزراء نحدده للناس. الشرايح تم تحديدها ازاي؟ لا انا اسال حق الحكومه، انا مش في الحكومه فما اقدرش. لا يعني هو اكيد حصلت على المعلومه. لا 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 انا لا ادعي ان طيب حضرتك شايف انه لن تؤثر على الغلابه والمستطاع، بل انك كنت شايف انه ما نبداش بالغاز الطبيعي، بل ان احنا ناخد كل المواد البتروليه او كل الطاقه نتعامل دفعة في موضوع واحدة. نتعامل في موضوع الدعم ليس بالتجزئه، نتعامل في موضوع الدعم ككل، نتكلم فيه بكل شفافيه مع الشعب، يشارك الشعب في تحديد اولوياته عشان نشوف الدعم بيروح لمين. الدعم دلوقتي هل الدعم باطلاقه يستفيد منه الغلبان في مصر؟ الغلبان في مصر اللي ساكن في نجع وقرية لا يتمتع من دعم المنتجات البترولية ودعم الطاقة إلا اسطوانة البوتاجاز إذا وصلته بسعرها، إذا وصلته بسعرها. غير ذلك لا يتمتع على الإطلاق بأي دعم من الدعم بتاع الطاقة في مصر. طيب هاخد وجهة نظر تانية، لأنه الحقيقة الناس برضو عندها حالة قلق. يعني صلاح هنا الغلابة والبسطاء هيتأثروا، واضح من الكلام اللي أنا سمعته أنهم لن يتأثروا. 25 متر مكعب توازي الغاز، توازي اسطوانة ونص بوتاجاز،
وبالتالي هنا مفيش أي تأثر. طيب أنا عاوز ندي شوية معلومات في الأول بعد إذن حضرتك أكمل على كلام أستاذنا الفاضل علشان تبقى الأمور واضحة. يوم السبت 1/3/2014 المهندس إبراهيم محلب حلف اليمين. يوم 8/3 حضرتك طلع أعلن لجميع الناس وخاصة بتوع المحلة إن إحنا إن شاء الله خلال 60 يوم إن شاء الله هنطبق الحد الأدنى للأجور. 60 يوم يعني بنتكلم 1/5 حضرتك. يوم الحد 21/4 اللي هو يوم عيد القيامة فاجئ الناس كلها بأن احنا والله بنزود أسعار الغاز اللي موجودة، أزودها على البيوت فقط لا غير، على الوحدات السكنية. وقال والله شوف بقى نص القرار عشان نبقى عارفين الهدف منه ايه. قال والله ان زيادة هذا الامر اللي هو من متر مكعب ل25 انا هزوده يبقى 40 قرش. هو كان ب10 قروش، لما زود العشرة ل40 قرش يبقى دي 400%. من 25 ل50 كان 20 بس بعد اذنك. نعم كان 20 كان 10 انا اللي رافعه ل20 يبقى رافع ماشي. لا يعني وانا موجود في الخدمه انا اللي رافعه ل20 200% اوكي تمام. طيب لما قال بقى من 25 متر لحد 50 هنعمله ب50 قرش، اللي فوق ال50 هنعمله بجنيه ونص. تمام ده كلام محترم. انا بقى لازم، هو قال الهدف من ده ان انا اجمع من 800 مليون ل900 مليون او على الاكثر مليار علشان اقدر ادخل الغاز الطبيعي المعظم الوحدات السكنية التانية. يبقى الهدف من القرار ما هوش ترشيد الدعم، الهدف ان انا لم قرشين سعادتك ادخل بيهم الغاز لحتة تانية، هو ده الهدف. يعني طب ما انا لو هدخل الغاز الطبيعي لناس تانيين، ما هي دي هدف خدمه سامي ليست بسيطه وهدف سامي. يعني ارحم الناس من البحث عن اسطوانه بوتاجاز. كلام محترم. شيل الانبوبه والبحث عنها اصبح ده كلام احنا نسمعه ونطلع نعمل عمره. ده كلام محترم جدا بس السؤال الهدف ان انا اجمع من 800 ل900 مليون او مليار على الاكثر ادخل بيهم الغاز. طيب لو قلنا لحضرتك حاجه تاني ويبقى فيها عدالة اجتماعية ونلم لحضرتك 18 مليار جنيه بنفس القرار، ايهما افيد؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه بقى؟ نشوف بقى، ما احنا لازم نبقى عارفين. انبوبة البوتاجاز حضرتك دي بتتكلف على الدولة 78 جنيه، الحكومة بتبيعها ب8، يبقى حضرتك في 70 جنيه كل انبوبة بيتم استخدامها الحكومة بتحطها من جيبها. بتحط 70 جنيه على كل انبوبة في الدعم. تمام؟ طيب ليه انابيب البوتاجاز، ما هو زي ما قال استاذنا احنا عاوزين نحل مشكله الطاقه بالكامل، ليه انابيب البوتاجاز فيها روشه وفيها ناس واصل وما بيجيبش وبتطلع بره وغاليه وب 20 جنيه والراجل اللي في النجع جوه بيشتريها ب 30 و40 جنيه؟ لان عندنا حاجات فئات زي المسابك، اماين الطوب. المسابك واماين الطوب يا استاذ الفاضل بتستخدم 100 انبوبه كل ساعه. يعني الدولة بتدعم الأنبوبة اللي بيستخدمها المسبك وأمينة الطوب كل ساعة ب7000 جنيه. لو الراجل بتاع الأمينة ده اشتغل وردية واحدة فقط 8 ساعات 56000 جنيه كل يوم. نقول تاني؟ 56000 جنيه كل يوم لو اشتغل وردية واحدة 8 ساعات. اللي بيحدث ايه بقى حقيقة الامر؟ ليه الانبوبة بتصل ل20 و25 و30 جنيه؟ الراجل بتاع المستودع بتجيله للعربية ياخد الانبوبة ب6.75 جنيه علشان يكسب فيها جنيه وربع او حاجة. طب هيوجع دماغه ويجيب عامل وننزل الانابيب من العربية الكبيرة للمستودع ويجي كل عيل يخبط في دماغي واعمل دي، ما تطلع العربية من بره بره كده وحاسب الانبوبة ب20 جنيه زي ما بيقولوا كده مونة واجرة شاكب راكب. يبقى كده افيد للراجل بتاع المستودع وافيد للراجل بتاع امين الطوب. يبقى امينة الطوب والمسابك ومزارع الفراخ اللي موجودة ومزارع التسمين والسفارات والفنادق والقرى السياحية. سيادتك بتخش اي فندق تاخد واحد قهوة كده حضرتك 20 جنيه اتحط. الفندق ده بيتحاسب حضرتك بالانبوبة ب8 جنيه بيشتريها. يصلح؟ لا. طيب ما يصلحش. الحل طيب بقى ايه الامثل؟ ما هو لما بيجي يعمل انه
يمنع او انه يعمل على وصول الدعم الى ما انا هقول لحضرتك نوصله ازاي ويمنع استفاده بيطلع البعض ازاي. لا 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 ما انا هقول لحضرتك الحقوا الغلابه والنشطاء يا باشا. ما هو اللي قاعد في فندق مش عارف ايه على النيل بيشرب ب30 جنيه ده من الغلابه؟ هو السفير الامريكاني من الغلابه دلوقتي؟ هو سفير اسرائيل من الغلابه؟ هو سفير السعوديه من الغلابه؟ لا انا بقول لك لما تيجي الحكومه تغلق الباب لا انا هقول لا هذه الفئات ما انا هقول لحضرتك ده هيلغوا لا لا بالعكس لا 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 ما احنا لازم نحل برضو في ضوء الناس اللي بتصرخ بس. طب خلينا نبدا بالغاز بس عشان ده اللي الحكومه بادئاه. تمام. انا دلوقتي ايه انت معترض على ايه في انه انا معترض على زياده الاسعار اللي موجوده لسبب بسيط. هو القص عاوز يجمع فلوس عاوز تجمع فلوس. سيبك من هدفه. هو اعلن الهدف ده. هو ده اعلنه. هو اعلن يعني الهدف انت ده. انت معترض على الهدف فقط لكن انت مع الخطوات. انا مع الخطوات كان انت تزود لي الغاز الطبيعي. ما انا كان مواطن خدت ميزه ومعايا الغاز ما تقعدش تقوم كل يوم تسب لي وبتضايقني علشان انا خدت الميزه دي. طب ما تشوف بتاع الانبوبه اللي بتدي له 70 جنيه فيها. انت بتديني في الغاز بتاع البيت دعم كام وبتدي اللي بتاع الانبوبه اللي بيستهلكها دعم كام؟ هو ده العدل ان انا من بتاع الانبوبه اشيل منه جزء. عشان كده المهندس محمد بيقول انا كنت اتمنى هو انه ياخد المواد كلها مع بعضيها الطاقه كلها للكهرباء. طيب اذا كان هو بيتكلم عن الغاز وفضحت هو لما جهت عليه يا نار جهنم يعني. خلينا بس ندي مثل بسيط. جهاز تنفيذ الاحكام سعادتك جه فيه ناس واخده اعدام وناس واخده مؤبد وناس عامله كذا قتل وواحد سارق غسيل بخمسة جنيه واخد اسبوع مخالفه. امسك في ابو 5 جنيه دوت اللي اسبوعه مخالفه ولا لم الاول الكبار اللي موجودين؟ الم الكبار اللي موجودين. قرار رئيس الوزراء قسم على ثلاث شرايح ازاي؟ قسم على ثلاث شرايح. هو في دماغه قال لك والله من 1 ل 25 ال 25 من 1 ل 25 متر مكعب غاز. قال لك دولت يعادلوا 12.5 متر مكعب بوتاجاز اللي هو ملوه الانبوبه. فملوه الانبوبه ب 8 جنيه احنا هنعمل دوت ب 40 قرش فلما تدرب ده في ده يطلع 4 جنيه و80 قرش 5 جنيه يعني قريبه من بعضها. هو ده كان الهدف من 25 ل 50 قال يبقى ب 50 قرش المتر. من 50 حضرتك فيما فوق يبقى بجنيه ونص المتر. طب ده كلام كويس؟ لا مش كويس. ليه؟ كده انا مش فاهمك. انت شايفه كويس ولا مش كويس؟ لا الكويس كان سعادتك انه هو بيعاوز يسيب الغاز ويدخل على انت مركز على البوتاجاز. طبعا يخش هو دي الحاجه الكبيره. انت النهارده الاستاذ وائل مركب عنده نفس الوضع الغاز. وانا ليه من لا يستحق انه ياخد انه يستفيد من اسعار رخيصه للغاز اخليه يستفيد؟ طب ما هو ده اللي بقول لحضرتك عليه بيه. طيب ان انبوبه البوتاجاز لا يا بيه مصر دوله بتنتج الغاز لا تنتج البوتاجاز. ما انا بس هدي لحضرتك حاجه في معلومه الناس مش عارفاها. سعادتك مصر بتصدر سنويا 18 مليار متر مكعب غاز وفقا للاتفاقيات اللي عملها حسني مبارك وعملها سامح فهمي وعملها حسين سالم والناس اللي بره دول. تمام. 18 مليار متر مكعب غاز في موازنة 2011-2012 كان بيصدرهم ب 1.8 مليار دولار. معنى كده ان متر الغاز حضرتك اللي بيصدره دوت ثمنه 10 سنت. 10 سنت بتاريخ النهاردة يعني 72-73 قرش. انا بستورده اغلى من كده. فدي ملكية الناس اللي موجودة. ما استوردش للأستاذ وائل بوتاجاز ودعم الأستاذ وائل في كل أنبوبة ب70 قرش وصلاح اللي هو ابن اللي هو يستحق يخش له الجاز يخش له الغاز اللي موجود أعلي عليه علشان هو محبسه وتحت إيدي. هي دي المشكلة. طيب خلينا نسأل. أنا بس بعد إذن حضرتك طبعا أنا بشكر الدكتور صلاح على حماسه لكن أنا يهمني بدل ما أنا قاعد في بعض المعلومات نصلحها. ما أنا يهمني يعني. بس ما توصلش معلومات غلط للناس يعني بس عشان يبقى إذا في معلومات أنت شايف إنها ليست دقيقة. لا يعني إحنا بس أنا بتكلم بصفتي متخصص يعني أنا كنت فترة من الفترات نائب رئيس هيئة البترول للعمليات وأنا اللي أثرت موضوع أمين الطوب في وقتها يعني لو حضرتك ترجع للجرايد وكله من أربع سنين أمين الطوب اللي بتستفيد من أنابيب البترول وهذه حالات نادرة. بعض أمين الطوب هذه ليست حالة سائدة وعشان كده اما بدأنا نفكر في كوبونات البوتاجاز وربطها ببطائق التموين وربط المستهلكين على أماكن محددة كان الهدف الأساسي من الكلام دون وصول الأنبوبة للناس. طيب إيه اللي كان بيبقى
معلش حضرتك بتقول بس امان الطوب محدده، امان الطوب امان الطوب في جمهوريه مصر العربيه والمسابك قد ايه؟ انا هتكلم اهو. اتفضل يعني معلش لا اديني بس المعلومه، الرقم ده مهم. الموضوع اكبر آه. من يعني اصل احنا دخلنا ايه، دخلنا دلوقتي في قصه تانية. فيعني احنا عايزين بس عشان نوضح حاجه، عشان يبقى في معدلات استهلاك موجوده لكل منتج بترولي على مستوى الجمهوريه بمحافظاته بكل حاجه. البوتاجاز ضمن هذه المنتجات. دايما بنلاقي كنا في موسم الشتاء اعتبارا من شهر ديسمبر ويناير، نبص نلاقي كان في مصر بيحصل بعض الازمات في البوتاجاز نتيجه ان المزارع بتاعه الدواجن بتبقى في اماكن بعيده، ولازم تروح عشان تتدفى بياخد لها اسطوانات بوتاجاز، وفي نفس الوقت كانت بعض امين الطوب بياخد الامين، واحنا اكتشفنا لان احنا كنا بعتنا ناس شافوا الكلام ده، لقوا مثلا الامينه بتاخد في الساعه حوالي 50 اسطوانه بوتاجاز. وانا فاكر ان احنا قلنا الكلام ده في مجلس الشعب، يعني احنا سنه 2009 2010 رحنا وقلنا في مجلس الشعب يا جماعه ده، واتكلمنا في وقتها مع التموين ومباحث التموين، وقلنا احنا عايزين نركز على الحاجات دي وفي نفس الوقت نعمل خطوه ايجابيه. عملنا في وقتها سيرفي على كل امين الطوب اللي موجوده في مصر، واللي قريب من خط الغاز الطبيعي بدأ يتعمل توصيلات، واتفقنا مع البنك الأهلي في وقتها ان يديلهم قروض علشان التوصيلات تتم ويتم سدادها من الفرق اللي كان بيستهلك بين المازوت، لان معظم او كل امين الطوب في مصر الوقود الأساسي بتاعها هو المازوت. والبوتاجاز انا بشرح بس ده وهو بره الموضوع بتاع اللي حك ضغط فيه النقاش، ولكن بس عشان المعلومات عشان المعلومات ونرجع تاني. احنا شايفين بقالنا فتره ان معدل استهلاك البوتاجاز تقريبا ثابت، لان التوزيع برضو عليه كنترول اكتر، لكن مفيش جدال ان ما يقول الدكتور صلاح هام جدا، مهم جدا. أي سلعة مدعومة لابد أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وصول هذه السلعة المدعومة لمستحقها. وأنا في الكلام بتاعي قلت أن السلعة الوحيدة التي إذا وصلت للفقير في مصر هي دي اللي بيتمتع فيها من الدعم هو البوتاجاز. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية هو موضوع أن الـ 25 متر مكعب بوتاجاز غاز تعادل ايه؟ فهي تعادل القيمة الحرارية لاسطوانة ونص بوتاجاز، ده حسبة صغيرة. طيب و25 متر مكعب غاز بتدفع فيهم كام؟ 25 متر لما بقى ب 40 قرش يعني 10 جنيه. يعني 10 جنيه. استهلاك 10 جنيه. اسطوانة البوتاجاز الواحدة، اسطوانة البوتاجاز الواحدة ب 8 جنيه. يعني يعني البوتاجاز الناس اللي بينزل يجيب انبوبه بوتاجاز بيدفع اكتر، ما بيدفع اكتر، مع انه طبعا الانبوبه لو وصلت له ولو وصلت له من المستودع هيطلع اكتر. فاحنا بنقول ايه دلوقتي؟ بنقول ان القرار ده خلى تقريبا السعر بتاع الوحده الحراريه في اسطوانه البوتاجاز اللي بتوصل المدعومه للناس هي نفس سعر الوحده الحراريه اللي بتوصل للناس من الغاز الطبيعي، مع الاخذ في الاعتبار ان اللي بيتمتع بالغاز الطبيعي ده عايش في مدن، لان لحد دلوقتي الغاز ما دخلش القرى. والبوتاجاز بيروح للقرى. دي معلومه. المعلومه الثانيه حضرتك موضوع ان التصدير، مصر بتصدر 18 مليار متر مكعب، هذا الكلام طبعا لم يحدث. انا كنت رئيس الشركه المصريه قبل ده في الموازنه 2011 2010 2011 الموازنه ليست ميزانيه، لا موازنه الدوله اللي حاطه فيها دوت حاطه فيها الرقم دوت 18 مليار متر مكعب غاز، ودي اخر موازنه ماضي عليها يوسف بطرس غالي. ده كان توقعهم ان هيحصل كده، وهذا وقال لك دول التمنهم 1.8 من 10 مليار حاك وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث. بس عشان ايه؟ لا انا بس بعد انا بس بوضح بس بعض بس المعلومات باشمهندس، ما انا برضو في عندي معلومات مهمه عايز اقولها. لا انا اوكي يعني الفكره زي كان انت شايف ان احنا ما بنصدرش الجزء ده. لا لا مصر ما بتصدرش غاز خالص، كميات ضعيفه جدا تاخدها اسرائيل. لا 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 اسرائيل العقد انتهى وانتهى من شهر فبراير 2012، والكلام ده بتهيألي 12 في كل حتة في الدنيا وفي قرية تحكيم. دكتور رمضان أبو العيلة هنا، عايز أفهم الناس تاني ببساطة أكثر. لا هو أنا ربما أخرج عن السياق لأن أنا شايف إن إحنا عندنا مشكلة قد كده وعمالين نتكلم في حاجة قد كده، يعني بمنتهى الأمانة
انا هقول لحضرتك بعد المعلومات عشان نبين احنا الحكومة واخدنا فين. الحكومة واخدنا في حتة عشان نقعد نتكلم وسايبة مشكلة كبيرة جدا مش قادرة تواجهها. الدعم الدعم اللي هو حوالي 180 مليار جنيه في الموازنة بيشكل 33% من الموازنة العامة للدولة. الأجور 24%، فوائد الدين 22%. أي رئيس حكومة بيجي ده بيشكل 79%، يبقى هو يشتغل تعليم وصحة وخدمات وكل احتياجات المجتمع ب 21% من الموازنة العامة. أرجع بقى تاني، طيب الدعم ال 180 مليار ده ايه بيروح فين؟ بيروح منه 114 مليار للمشتقات البترولية. اذا هي الحكاية بقى مش ان انا عايز اوفر مليار من القمائن الطوب، لا مش كده خالص. يعني انا ممكن اوفر 114 مليار؟ لا، هقول لحضرتك بقى نوفرهم ازاي. وده يعني انا استاذ وائل يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، اول واحد في مصر كتب مقالات تحت عنوان الغاز المصري منشورة في الأخبار عام 2002، عشان محدش يدعي بس إيه كلام. كنت عايز فيها الغاز إيه؟ الغاز المصري، وعنوان كبير كده إن أنا حذرت الرئيس مبارك من ارتفاع الأسعار في 2008 نشرت. الكلام ده موثق، أشرفت على رسالة تحت عنوان اقتصاديات تصدير الغاز المصري والبدائل المتاحة نشرت عام 2004، وديت نسخة للوزير الأسبق سامح فهمي، وبعت تقرير لأحمد نظيف رئيس الوزراء في وقتها. فالمشكلة ما هياش محصورة في شوية طوب وقمائن طوب. أنا طبعا مع احترامي دي حاجات مهمة وكل حاجة، لكن مشكلة أكبر، المشكلة في استراتيجية الدولة وثقافة شعب. إزاي أنا أحط الشعب ده على التراك؟ إزاي ال 114 مليار جنيه اللي بينفقهم يا أستاذ وائل، إحنا في وقت من الأوقات كان سعر لتر البنزين في غزة 3 شكل وفي إسرائيل والضفة الغربية ب 8 شكل لأنه كان بيتاخد من مصر. في يعني منافذ لاستنفاذ مواردنا من النقد الأجنبي عن طريق أنا السنة اللي فاتت دفع 9 مليار 5 مليار دولار عشان أستورد سولار، 5 مليار دولار، وحوالي 2.7 مليار دولار عشان استورد بوتاجاز. طب الحاجات دي بتروح فين؟ نقطة مهمة تانية ومعلومة في منتهى الخطورة، انه في اي دولة من دول العالم الكهرباء بيتوجه 70% منها على الاقل للصناعة و 30% للكوميرشال والمنازل. في مصر بيحصل العكس. تصور في مصر اللي بيحصل ايه؟ ان انا بوجه حوالي 64% او اكتر للمنازل والكوميرشال، وحوالي 40% او 42% الى الصناعة. انا عندي في اسكندرية العديد من المصانع عاملة شات داون دلوقت. ليه؟ لانه مش مهم، هو عايز يرضي الناس وانه النور ما يتقطعش والمصانع تتقفل مش مهم. لا، ده انا لازم اعمل مكاشفة ولازم اصارح الشعب بالموقف ايه. يعني انا ربما قلت لحضرتك عن مبادرة طب خلينا قبل المبادرة، ما انا عايز بس عشان انا ما بعيدش عن موضوع انا قدام الغاز دلوقتي. طيب. وبعد كده هطلع منه للي حضرتك بتقوله. الحكومة الثلاث شرايح اللي عاملاها لرفع اسعار الغاز الطبيعي، هل ده هيفيد الدولة؟ هيوفر لي فلوس؟ هيوفر حوالي مليار. مليار. وانا بتكلم في ما هو ده اللي انا بقوله، حوالي مليار جنيه. مليار جنيه. وانا عندي 114، عشان كده بقول لحضرتك الموضوع اكبر. ما هو بيبدا بحاجه كجس نبض. ده دي مسكنات يا استاذ وائل. ما هو بيتهاجم بيها حتى. ما هو لانه ما فيش مكاشفه. ما فيش مصارحه. في يعني انت معترض، ده هو بيتهاجم في انه بيبدا سلمه، امال لو خد السلالم كلها. لا لو خد السلالم كلها من خلال منظومه. من خلال منظومة. يعني أنا برضو الموضوع أنا سعيد جدا أن حضرتك فتحته، لأنه ده بيثير شجون. أنا لما يكون عندي معدل نمو اقتصادي أقل من 2% 1.8 أو 1.8 وزيادة في معدل استهلاك الطاقة وصل ل 9%، ده معناه إيه؟
معناه ان احنا دولة يعني غير حريصة على اموال هذا الشعب. ان الشعب يعني طب يعمل ايه؟ يعمل الترشيد، ثقافة الترشيد. انا عامل بحث كيف يمكن ان نوفر كل ده. كلام انشا وكلام جميل. ثقافة الترشيد هتقولها للناس من هنا للصبح؟ ما انا هقول لحضرتك يعني هي دي الحكومة تعمل ايه في الخطوات التي يجب ان الحل تحصل. الاول ان تشارك وزارة الاعلام ووزارة الكهرباء وزارة البترول وزارة التنمية المحلية، ده عليهم هوم وارك لازم يعملوه، ولازم كلنا نشارك، لانه الحل الاول هو ترشيد استخدام الطاقة، لانه معدل نمو اقتصادي 1.8 لا يستوجب ابدا ان انا ادفع 100. وانا الحقيقة بوجه نظر رئيس الحكومة، ازاي انت تقبل تدفع 114 مليار؟ 136 في الموازنة دي، لان قيمه الدعم كله 205. زادت. 136 ازاي؟ في الموازنة دي ازاي انا كرئيس حكومة اقبل؟ انا ارفض ان انا اشتغل في حكومة يكون فيها معدل نمو الاقتصادي 1.8 وانا بوجهه لرئيس الوزراء، كيف تقبل هذا؟ كيف ضميرك يرضى ان معدل نمو اقتصادي في هذا البلد 1.8؟ هو يعني انت هو رئيس الحكومه ما هيغير في شهرين في ثلاثه معدل يحط النمو يحط الصبي. سياسات يا استاذ وائل، يضع سياسات. وانا لو السياسات دي انا عايز بس اصله خلي بالك، انا المشاهد لما بيسمع ارقام وبيسمع سياسات بيقع مننا وبينام. المشاهد دلوقتي عايز يشوف غدا لما يتم رفع سعر الغاز الطبيعي، هو ده اللي يهمني. انت بتقول بيوفر مليار، وده مبلغ قليل. بيوفر مليار، لكن انت شايف انه ده لصالح البسطاء والغلابة ولا يدهس البسطاء والغلابة؟ لا، هو كان من الواجب تأخير هذا القرار في هذا الوقت، صح، ويؤخذ كحل جذري للمشكلة بالكامل. لان المليار دولار، المليار جنيه دول هيعملوا ايه؟ لماذا هذا التوقيت؟ لا يعني انا بتكلم 136 زي ما الدكتور صلاح قال. طب يعني المليار ده هيعمل لك ايه يعني هيبقوا 135؟ يا عم خليهم 136، لكن لما حل المشكله حل المشكله من خلال منظومه متكامله. طيب يعني خليني باشمهندس، انت موافق على هذا الكلام؟ انا حضرتك بتهيألي حضرتك انا رؤيتي في موضوع الدعم ده واضحه جدا. أصلاً لو انطلقت لمناقشة قضية الدعم ككل هو الفكرة كلها ناقشناها كثيراً. لا، هو الموضوع النقاش كثيراً فيها ما بيدخلش في تفاصيل تهم من هو مستحق الدعم وكيف يوجه ليه الدعم، لأن حاكم ما بنيجي نتكلم للأسف في موضوع الدعم ده بيتقال حاجات كثيرة غير حقيقية. لكن السؤال بتاع حاك لو عايز ترجع لي بتاع الغاز، هل الغاز ده هيأثر على اي حد؟ انا بقول لحضرتك مش هيأثر على اي حد، يعني اي حد هيتضرر منه خلاص. يبقى لو الراجل هيوفر منه هيتضرر مليار جنيه كويس، يعني ده كويس يعني. لكن مصر لابد ان تواجه مشكلة الدعم مواجهة حقيقية، لان الهروب من هذه المشكلة ما بيحلهاش. طيب ممكن تكون دي بداية، يعني بداية لانه يفتح ملف الدعم. طيب تعال نشوف لما سألنا بعض المواطنين والناس، طبعا اللي بيهمها اول ما بيسمع رفع اسعار الغاز، يعني حتى ما بيشوفش هيرتفع بقد ايه، وهل ده يساوي كم انبوبه بوتاجاز، ويحاول انه يشوف ما الذي سيدفعه، وكمان اذا كان ده هيغلق الابواب امام انه فيه من لا يستحقون الدعم لا يستفيدون من ذلك، فده يبقى كويس. حينما سالنا الناس ماذا قال؟ غير موافق على ارتفاع سعر الغاز اللي قاله رئيس الوزراء ده، لان هو بيرفع الاسعار عشان يجيب موازنه للدوله، فهيبقى كلنا حاطين ايدينا في جوب بعض، مش هينفع. يعني هديني 10 جنيه هياخدها 100 جنيه، طب بقى انا استفدت بيه؟ انا راجل موظف مرتبي مثلا ما يتعداش ال 2000 جنيه، وتقول لي هزودها وهزود اسعار الغاز بدل ما بدفع 10 جنيه هتوصلها لي على الشريحه اللي هم بيقولوا عليها ديت، الشريحه دي كلنا
كلنا بنعدي الشريحه اللي هي اللي بيقولوا شريحه المحدود الدخل او الفقراء، ما فيش حد ما بيعديش اللي هم اللي قالوه. مليون طريقه ان يبقى الغاز بيبقى بيتشال من عليه الدعم، بس يبقى برده ما بتجيش على الفقير، ما بتجيش على اسعار الاستهلاكيه بتاعه المواد. هم ما بيحلوش مشكله، هم عمالين يزودوا المشاكل وعمالين يطلعونا من نقره وقعونا في دحديره، والبلد لا هتتحسن، ولما الدعم لما هيتشال مش مفيش حاجه هتتغير، وكلنا هنتبهدل زياده، والمشاكل هتزيد زياده، والطلبه هيفضلوا يتظاهروا وهيفضلوا متضايقين لانه مفيش حاجه بتتحل من الاساس. لا طبعا، ما هو اصلا الناس مش لاقيه تاكل اساسا عشان يرفع الاسعار. يعني ما غاز ايه اللي نرفع سعره؟ ولا الغاز والكهرباء والبنزين هيغلوا كل اسعار الحاجه اللي في الدنيا. بالنسبه لارتفاع اسعار الغاز في الوقت اللي احنا فيه دوت، المعاناه اللي بيعانيها المواطن المصري مش مستحمل ان يرتفع عليه سعر الغاز، لان سعر الغاز هيرفع اجره المواصلات وهيرفع سعر الرغيف وهيرفع كل حاجه، حتى الرغيف الحر ب 20 قرش هيتباع بعد كده بجنيه. والله انا شايف ان احنا لازم عندنا وعي نعرف يعني ايه اللي زاد وزاد قد ايه. يعني انا اول لما سمعت عن رفع شرايح الغاز جبت الفاتوره بتاعت الغاز عندي في البيت، وهم قالوا لحد 25 متر مكعب. يعني عامه البيوت المصريه ما بتستخدمش اكتر من 25 متر، وهو بنفس السعر 40 قرش او 45 قرش، بعد كده هيبقى في زياده. متهيألي ما فيش حد يعني بيزيد عن 25 متر مكعب، المبلغ مش قوي. الناس هتجيب منين؟ فين المرتبات اللي بتخش اساسا عشان الناس تدفع ده كله؟ كهرباء وغاز وميه، فاتوره الكهرباء بيجي عليها نظافة بتوع أسطى النظافة ما بيجوش، الغاز، طب ما في ناس فقيرة، هتجيب منين للغاز؟ الناس غلابة كتير جدا مش هتقدر إن هي تقاوم الأسعار ديت. إحنا بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرخي الأسعار لا أكتر ولا أقل، يعني إحنا نفسنا بكده، إن طبعا حرام حرام حرام. إحنا مش عارفين نعيش. لما تيجي ترفع أسعار ما ترفعش جميع أسعار السلع كلها مرة واحدة، يعني تغلي غاز وكهرباء ومية في وقت واحد إن أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. طيب دكتور صلاح، بس قبل ما اتعلق على ده هاخد دكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات. دكتور تامر أهلا بيك. أهلا بيك يا باشا. أهلا بيك دكتور تامر. رفع أسعار الغاز الطبيعي حالة بلبلة، يعني في ناس ترفع شعارات انه ده سيدهس الغلابة والبسطاء، وفي ناس بتقول لا بالعكس ده سيؤدي الى تصحيح الاوضاع وعدم استفادة من لا يستحقون الدعم من هذا الدعم. في اي اتجاه تسير رفع اسعار الغاز هيؤدي الى ايه؟ احنا في اتحاد الصناعات عملنا دراسة، مفروض ان الدراسه دي اتقدمت لمجلس الوزراء، والدراسه دي ببساطه الموضوع بتاع الطاقه واسعار الطاقه المختلفه موضوع شائك وصعب يتفهم يعني لرجل الشارع ببساطه. وبالتالي النقطه اللي احنا عملناها اننا لازم الاسعار هترتفع. لان النهارده انت عاوز تشغل اليات الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وكل الاليات الجديده، مش هتقدر تدخل هذه الاليات الا ترفع الاسعار تديها سعرها الحقيقي. لكن من ناحيه ثانيه احنا لازم الدعم يستمر للفقراء. طب نمشي العمليه ازاي؟ العمليه ببساطه جدا. احنا عندنا النهارده اليه منظومه بطاقات التموين الذكيه وتصل الى 13 مليون بطاقه تقريبا او 14 مليون بطاقه. كل ما نرفع الاسعار كل ما هيحصل فيها ايه؟ ان هيحصل هتوفر في الدعم. كويس؟ الدعم احنا بنقول ما بيوصلش لمستحقيه وهو 20-30%. الاقتراح بتاعنا ان احنا بناخد 40% من الوفر في كل زياده بتحصل، كويس، وتتوزع على البطاقات، بحيث ان بطاقات التموين هتطلع من 80 جنيه ل 100 لغايه ما توصل ل 400 جنيه. يبقى كل مجهودنا اللي هنعمله ايه؟ المجهود اللي هيتبذل ان قاعده البيانات بتاعه بطاقات التموين هي اللي هيبقى فيها عمل مستمر، بحيث ان انا بدخل الناس تستحق هذا الدعم من محدود الدخل او من شديد الفقر، وما طلع منها الناس اللي لا تستحق هذا الدعم، وفيها معايير معروفه عالميا بتاخد درجه الفقر الكرة، ودي عمليه مش صعبه، دي عمليه اسهل من انك تتابع كل انبوبه بوتاجاز، كل لتر بنزين بيتباع، بطاقات ذكيه، كل الكلام ده. خلينا واقعيين، مفيش في العالم حد بيدي الدعم اللي احنا فيه. لكن هو الدوله غلطت انها ما بداتش تشيل الدعم تدريجيا من 10 سنين، ونادينا بهذا الكلام. نيجي للنقطة بتاعت أنبوبة البوتاجاز عشان بس يبقى باش فيها تحويل. حضرتك الغاز الطبيعي اللي بيتباع للبيوت 25 متر ب 40 قرش.
ده معناه ما يكافئ أنبوبتين. 40 قرش الأنبوبة كانت بتعادل 12 كيلو، يعني ما يعادله من الغاز ب 4.80 جنيه. إذا الأنبوبة اللي أنا ببيعها للمواطن ب 8 جنيه بديله غاز قصادها ب 4.80 جنيه. ما حدش طبعا بياخد الأنبوبة ب 8 جنيه وعمرها ما بتوصل لبيت أقل من 15 و20 و30 حسب العجز في المناطق. لما نيجي على الأنبوبة اللي هي فوق ال 25 بنقول بجنيه كأنك بتديله الأنبوبة ب 12 جنيه ونص. لما بتقول له بجنيه ونص كأنك بتديله الأنبوبة المكافئ لأنبوبة ب 18 جنيه. فمعليش الناس شايفه زياده الاسعار للغاز. اولا الغاز كان بيتباع ب 10 ساغ لان ده سعر محطوط من سنه 60 لما دخلنا الغاز في مصر في البيوت وكنا بنشجع الناس تستخدم الغاز وكانت متخوفه من موضوع الغاز الطبيعي وكانت يعني الناس تعمل وصايه عشان ما تدخلش الغاز الطبيعي. احنا فانت لما بتبيعه ب 40 قرش او بجنيه او بجنيه ونص كأنك بتبيع الأنبوبة ب 18 جنيه، فين أنبوبة ب 18 جنيه؟ أنبوبة البوتاجاز بتكلف الدولة في حدود 95 ل 98 جنيه. 78. إلى متى هنقدر وبننتج في اليوم بنوزع مليون أنبوبة؟ إلى متى الدولة هتقدر تدعم؟ الفكرة بتاعة الحل بتاعنا إن أنا أدعم آخد 40% من وفر الدعم اللي هيتحقق أوزعه على بطاقات التموين. وباقي الوفر اللي هيتحقق من زيادة الأسعار هيروح للتعليم ويروح للصحة وللبحث العلمي. طيب انت شايف انه على بطاقات التموين ان انا ادخل كل الناس شايف البداية بالغاز. طب هنا خلينا في خطوة الغاز نفسها لانها هي بالفعل اللي بدأ تطبيقها، يعني هل هي خطوة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ خطوة صحيحة 100% وعلى المدى المتوسط والبعيد هتبقى في صالح الناس. هتبقى في صالح الناس، بس هو هل هي هتوفر مليار جنيه بس؟ هو لكن لازم نمشي آلية استكمال الدعم النقدي للناس ببطاقات التموين. يعني لا تكتفي بهذه الخطوة، يعني عليك انك تشيل الدعم العين توصل الدعم المستحقية، يعني لان دايما لما بنستخدم هذه العبارات الناس بتخاف يقول لك ده هيلغوا الدعم. انا ضد الغاء الدعم لان المواطن المصري النهارده في ظروف الحاله الاقتصاديه ما يقدرش يتحمل هذه الزيادات، فانا هعوض هذه الزيادات بدعم نقدي. طيب خليك معايا كده يا دكتور، اشوف بس الدكتور ابراهيم زهران الخبير البترولي معايا على الهاتف، وهو شن هجوما شديدا على رفع اسعار الغاز. دكتور ابراهيم زهران اهلا بيك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور. دكتور لماذا تهاجم رفع أسعار الغاز مع أنها ترفع شعار لا مساس بالغلابة والبسطاء؟ الكلام ده مش سليم، لكن هو نبتدي بس نفكر منطقيا. أي قرار له دوافع وله أسلوب وله نتائج. دوافع القرار ان انا عندي 140 مليار جنيه دعم، واي واحد عاقل يقول لك لازم نشوف حل عشان نخفض هذا الدعم اللي هو ال 140 مليار. فالدوافع سليمه. الاسلوب نقى شريحه عشان يحرك فيها الاسعار او يزود فيها الاسعار. الشريحه دي بتمثل المنازل والتجاري والسيارات، ودول استهلاكهم 3% من الانتاج. فانا لما اكون عاوز اتكلم في موضوع 140 مليار ما اروحش ادور افاصل على 3%، بشوف حاجه تساوي 50-60% واتكلم فيها. دي حاجه. النتائج ايه بقى؟ النتائج ان طب ما هي بدايه بقى دكتور، بدايه. لا ما انا هقول لك سلمه. النتائج اللي انا وصلت له في النهايه 800 مليون جنيه. انا لما اوصل 800 مليون جنيه من 140 مليار يبقى كان القرار ده ملوش لازمه. دي حاجه. نيجي بقى في التفصيل. الشريحه الاعلى في الشرائح اللي هو عملها المليون وحده حراريه بريطانيه تساوي 7.5 دولار. يعني هو دلوقتي بيوصل لي الغاز للبيت عندي ب 7.5 دولار. وبيوصلوا للأردن كل يوم الصبح 100 مليون قدم بدولار وربع.
وبيوصلوا للخرافي في المصنع ب 75 سنت وبيوصلوا لمصانع تانية ب 75 سنت. انت جاي اللي بيكسب مليارات ما معايا المهندس محمد شعيب بيقولك مش صحيح اللي احنا بنصدره. احنا بنصدر ولا بنصدرش يا باشمهندس؟ حكي خلص الدكتور ابراهيم. لا ما عشان يبقى في توضيح بس كده. لا هو طبعا الدكتور ابراهيم يعلم ان هو الشرايح اللي موجوده للاستهلاك المنزلي والتجاري المعادل للمنزلي زي ما هي طالعه في القرار وزي القرارات السابقه، اما نيجي نحسب السعر 40 قرش ونبتدي نصعد بالجنيه والجنيه ونص، هنلاقي ان احنا بنتكلم على تقريبا 1.8 دولار، 4 دولار في الشريحة الثانية، 6 دولار في الشريحة الثالثة اللي هو اللي موجود. باشمهندس اتفضل. حسبت الدولار 7 جنيه. اوكي يعني انا حسبت الدولار مظبوط، انا حسبت الدولار ب 7 جنيه مظبوط، انا حسبت الدولار ب 7 جنيه فعلا. فهو ما يتكلم على الدولار 7 جنيه، دولار ونص للمليون بي تي يو توصلها للبيت. بلاش يا سيدي الاردن، ما فيش مصانع بتاخد بثلاثة أربعة وخمسة. يعني المفروض تشوف اللي بياخد كمية كبيرة وبيصدر الإنتاج بتاعه ما تحاسبه يا أخي بسعر تاني، إنما مش لازم. يعني أنت كنت شايف يعمل إيه يا دكتور؟ يعمل إيه؟ أنا شايف إن هو كل مصانع اللي بتصدر منتجات الغاز يشوف سعر المديترينيا، سعر البحر المتوسط 14 دولار ويطبقوا عليهم. ده كل حكم المحكمة الإدارية العليا. لا عايز أفهم كل المصانع إيه؟ 2010. لا كل المصانع إيه يا دكتور؟ أنا مش فاهم. اللي بتصدر الجزء اللي بيتصدر إنتاجه من البترول أحسبه المدخلات بتاعته بالسعر العالمي، وهو ده المنطق وهو ده الصح. هي المشكلة إن إحنا عندنا مجموعة من المصانع هنا اللي هو الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والألمونيا بتستخدم دي صناعات كثيفة استخدام الطاقة، بتاخد الطاقة مدعمة وبتبيعه للشعب جوه بالسعر العالمي وبتصدر من 40-50% من إنتاجها بالسعر العالمي وبتتحاسب بالسعر المحلي. هو ده الكلام. اما اجي اخد من الكبير، ما اخدش من واحد بياخد هو ب 5 جنيه و 10 جنيه. انا لما ازود النهارده يا بيه، بس عشان نبقى عارفين، الفاتوره ازودها من 4 جنيه تبقى 10، تبقى 10 جنيه، مش ده اقصى حاجه؟ مش كده؟ ابقى انا زودت له 140%. انا لو حطيت الرقم ده على بتوع الاسمنت، وبالمناسبه بقى معلومه لحضرتك ولا يستطيع احد يكذبها، بما فيهم بتوع الصناعة اللي موجودين في مواد البنى، تكلفة طن الأسمنت في مصر 196 جنيه بدعم الطاقة اللي موجود بالحجر الجيري اللي بياخدوه، لما يبيعوا ب 740 جنيه ده ثراء أفيال. لو أنا النهاردة عملت له حد أقصى لهامش الربح زي أمريكا، زي فرنسا، زي جميع الدول، ألمانيا، كل الدول دي فيها حد أقصى لهامش الربح 35% طن الأسمنت، وشلت الدعم من عليه خالص طن الاسمنت لن يتجاوز 380 جنيه. هو ده الكلام، هي دي القوانين اللي تتاخد وادي القرارات. انما انا قاعد جايبك من الماسوره والمحبس تحت يدي للغلبان، وهو عنده حاجه واحده بس، ايه اللي هيخلي اللي انا مركب ماسوره غاز، ايه البديل اللي عندي؟ ولا حاجه. لو قال لي حط 10 حط 20 خدامينك يا بيه، هيقول له ايه تاني؟ هو ده الكلام يا بيه. طيب ده دكتور تامر ابو بكر، اعود اليك. يعني التعليقات شايفه ان رفع اسعار الغاز بهذا الشكل في معلومات غلط، معلش. يعني بص حضرتك نوضحها. الغاز هيطلع، الغاز الجديد اللي هينتج ان شاء الله واكتشف، معظم الاتفاقات هيبقى على 7 دولار في الشراء. اما احنا في مصر الوضع اختلف لسبب بسيط، لان لما لقينا الغاز في منتصف السبعينات وكان علينا ان احنا ننتج هذا الغاز والا الشركاء الاجانب مش هيستثمروا في مصر، فكنا بنشجع الصناعات تيجي وكنا بنبيع الغاز بثلاث اربع دولار ودولار وربع ودولار ونص. اوكي؟ الصناعات الكثيفه النهارده سعر الغاز بياخدوه ب 6 دولار. اوكي؟ وعشان كده حصلت المشاكل اللي في الاسمنت، لان 6 دولار عليه ما يعملش معاه. هو لما بياخده ب 6 دولار تكلفه الغاز عنده في طن الاسمنت بس عشان اصلحها 200 جنيه، ما تطلعش التكلفه كلها 196 جنيه. يا استاذ تامر، بعد اذن حضرتك، تكلفه طن الاسمنت من واقع الميزانيات، انا راجل محاسب اساسي، 196 جنيه، واللي يقول غير كده يبقى بيقول اي كلام، مع احترامي لحضرتك.
يبقى انا بقول اي كلام. الكلام مش انا بقول مع احترامي لحضرتك الكلام مش مظبوط. ده كلام يا فندم. ده بياخد الطفله بكام؟ الطفله النهارده بتتحسب ب 19 مليون. خلينا نشوف معانا على الهاتف بس دكتور تامر اتفضل. طيب دلوقتي احنا عندنا مشكله كلام استفانوف ده عمل معاها عقود قديمه بسعر ثابت ودي المشكله اللي هو بنتكلم عليها. دي موضوع جانبي لكن لازم تتحل ولازم تتعمل نوع من التوفيق الاوضاع مع مصانع الاسمده اللي كانت بتاخد بسعر واطي جدا. دي مشكله موجوده ولازم هنواجهها لان هيكل الاسعار اللي كان موجود من 20 سنه كان هو ده المناسب في وقتها لكن ما اتعملش على اساس ان هو هيتربط بسعر منتج معين. طيب هو الدكتور صلاح بيقول انا ليه ما دخلتش والدكتور ابراهيم زهران نفس الوقت ليه ما دخلتش على الكبار اصحاب المصانع الضخمه بدل ما ادخل على اللي هي يعني حضرتك الشريحه مش هتوفر لي حاجه في النهايه. لا لا معلش السعر اوريدي طلع من 3 دولار ل 6 دولار اليومين اللي فاتوا. بس معلومه لو حضرتك بصيت على مستوى الاسعار بتاعت الغاز الطبيعي يعني ما كانش ب 200 جنيه بقى. ثانيه واحده بس اكمل كلامي. مستوى الاسعار العالم يعني بس هو اوروبا يعني السته يساوي 200 جنيه كان من 3 ل 6 يبقى كان ب 200 جنيه يبقى وصل 400. هو معانا على التليفون. ما انا فاهم يا بيه بس هو قال معلومه الوقت معلومتين قال كان 3 ان شاء الله طلع اليومين اللي فاتوا. هو ايه اللي ب 3؟ 3 دولار سعر المتر. طيب سعر المليون وحده حراريه. حضرتك في سعرين للغاز سعر للصناعات الكثيفه وسعر للصناعات الغير كثيفه. الكثيفه طلعت لثلاثة وبيطلعوها 2 على 6 ودي كان في اتفاق موجود وكل رجال الصناعة وافقوا على هذه الزيادة. اللي أنا بتكلم عليه لحضرتك بس أوضحه، حضرتك جيب أي أسعار للكهرباء وأسعار الغاز اللي بتباع في أوروبا. سعر المصانع نص سعر البيوت. مش حبا في المصانع قد ما هو عملية دعم التنمية في هذه البلاد، لأن لو ما فيش صناعة ما فيش تنمية البيوت دي هتقفل. إحنا بنتكلم. طب انت ليه كاره للمصانع كده وكانهم حيتان يعني ما هو يا بيه بنقول لحضرتك مصانع كثيفه استخدام الطاقه بس خلينا كلام منطقي يا بيه بقول لك الناس بتشجع المصانع في 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 دول اوروبا يعني طيب احنا هو انا زي دول اوروبا بيه ما يشجع هناك المصانع عندهم خرجنا عن الموضوع بس نقول معلومه عشان يبقى طن الاسمنت يحتاج ودي دراسات كنا عاملينها في الشركة المصرية قبض الغازات الطبيعية. يحتاج ايه؟ طن الاسمنت يحتاج 4.4 مليون وحدة حرارية. بمعنى ان كل دولار للمليون وحدة حرارية كل دولار للمليون وحدة حرارية طن الاسمنت هيحتاج للدولار ده تقريبا هيبقى 30 جنيه. السعر بتاع الغاز للصناعات الكثيفة اللي من ضمنها الاسمنت والحديد هذا السعر كان 3 دولار حتى نهاية ديسمبر 2011 اعتبارا من يناير 2012 السعر علي بقى 4 دولار اعتبارا من يوليا 2013 السعر او مايو 2013 السعر علي للصناعات الكثيفة وبقى 6 دولار للمليون وحدة حرارية. الستة دولار للمليون وحدة حرارية النهارده في مشكله لابد ان احنا كلنا عشان كده انا كنت متخيل ان احنا هنتكلم على الطاقه بكل انواع احنا دخلنا تشعبنا وما مسكناش حاجه واحده. احنا في مشكله عندنا في الطاقه في مصر في شورتج في نقص في الطاقه وده اللي مخلي ان بعض المصانع مش شغاله بالفول كاباستي بتاعتها بالطاقه الكامله بتاعتها. ده السبب ان احنا بنلاقي انقطاع في التيار الكهربي وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نواجه مشاكل ونقول كل حاجة. احنا لو قعدنا نتكلم على حاجة واحدة هنختلف وهنتفق مش هي دي القضية لكن لازم ده جزء من كل. طبعا بلا جدال غير مقبول على الإطلاق في بلد بتعاني من العجز في الطاقة ان اي حد يستغل طاقة مدعومة للتصدير. خلينا نتفق على مبدأ هذا غير مقبول. يعني اللي يصدر ما يستفيدش من الدعم هذا غير مقبول لكن خلينا نقول ايه النهاردة تعريف الدعم. والدعم له تعريف يعني برضو حضرتك الدعم اما حضرتك تشوف التعريف بتاعه هو فرق التكلفة طبقا للتعريف حضرتك أستاذ دفدة فرق التكلفة الفلاحي. احنا ما بنشوفش في مصر في الدعم ما بنحسبش السكند اوبورتيونيتي احنا في مصر بنشوفها دعم ولكن ده قصة طويلة. خلينا نقول بكل وضوح مصر في حاجة جادة وملحة
لمواجهة موضوع الدعم ووضع أولويات. طيب. دكتور تامر بس عشان هم معانا على التليفون دكتور تامر وأسأل دكتور إبراهيم زهران تاني يبقى هنا طب هيعمل لي إيه رفع أسعار الغاز؟ ما أنا كنت دخلت على منظومة الدعم كلها المتعلقة بالطاقة، يعني ليه بدأت بداية بسيطة طفيفة بهذا الشكل؟ خلينا يعني أمنا مع نفسنا كويس، في هناك تخوف عنها والتخوف ده موجود لدى متخذ القرار السياسي في مصر بعقدة 18-19 يناير سنة 77. العقدة دي إن تحصل مظاهرات غضب يعني كويس. خلينا إذا ما كناش هنواجه إن احنا نرفع الأسعار تدريجيا على مراحل وتعلن بشفافية للشعب ونقول للشعب ادي مصادرك، لما انا تبقى 20% من موازنه الدوله رايحه للدعم يبقى ده حلال ولا حرام؟ هل انا موازنه التعليم اللي موجوده في مصر، موازنه الصحه دي حق الشعب المصري، ده حلال ولا حرام؟ عارف سيادتك مجرد ما ترفع الاسعار لقيمتها الحقيقيه بتكلفتها الحقيقيه هيحصل ترشيد لن يقل عن 20%. سوء الترشيد اللي موجود في مصر وسوء استخدام مصادر البلد نتيجه انك بتاخد الحاجه تقريبا ببلاش، لكن لما ندي الحاجه لقيمتها نديها بقيمتها الحقيقيه بنلاقي الاليات بتاعه الطاقات البديله هتشتغل. النهارده انا عشان اقول الكهرباء من الشمس او من الريح بتتكلم على 80 قرش و90 قرش. الحكومه وزاره الكهرباء بتاخد الغاز بدعم من هيئه البترول بدولار 75، يعني الكيلو واط ساعه بيكلفها 45 قرش، متوسط سعر بيعها 23 قرش. ففي عندك دعم جاي من وزاره البترول ودعم جاي من وزاره الكهرباء. النتيجه ايه؟ انك انت ولا واحد عاوز يجي يشتغل في الرياح ولا في الشمس دلوقتي ولا في المواد الضلمه، لان تكلفه الكيلو هتبقى اعلى، لكن انا مجرد ما اعلي السعر تدريجيا اوصل لسعر التكلفه هتلاقي اقتصاديات الاليات بتاعه الطاقات الاخرى هتشتغل، واجي من ناحيه ثانيه اعوض الناس في منظومه الدعم بالبطاقات الذكيه بالفروق. انا لما اوصل للبطاقه الذكيه كل اسره اديها 400 جنيه كل شهر. تدريجيا والقرش يبقى مع الراجل في ايده، مش هيبقى ابرف له، هيطفي النور لوحده، هيروح يجيب اللمبه الترشيد. احنا ما عندناش ثقافه الترشيد لا في الميه ولا في الكهرباء ولا في الطاقه. النهارده حضرتك لو لتر البنزين طلع لتكلفته الحقيقيه ب 5.5 جنيه التكلفه الحقيقيه لتر البنزين اللي هو بنزين 92، هل تعتقد الناس مش هيلموا بعضيهم ويركبوا في عربيه واحده وهم رايحين الشغل لغايه ما الدوله تحسن وسائل المواصلات؟ لتر السولار اللي بيتباع بجنيه بيكلف الدوله 5.80 جنيه وهو الكارثه في مصر. اذا انا عاوز الدعم لابد ان يستمر. احنا ما بنقولش نشيل الدعم، الدعم لابد ان يستمر، لكن النهارده لازم احدد مين اللي يستاهل الدعم. انا عايز اوصله لمستحقيه يعني، انما المشكله كل ما نيجي نقول ده عايزين نوصل الدعم لمستحقيه بيغضب البعض ويتخيل انه الدعم لن يصل للغلابة والبسطاء وإنه الهدف هو إلغاء الدعم. لا بص حضرتك، هناك في أزمة ثقة ما بين الشعب وما بين الحكومة، وأنا دايما في الدراسة بتاعتنا اللي احنا قدمناها لمجلس الأسرة لابد من الشفافية والوضوح ونتكلم مع الناس. الشعب المصري شعب عظيم، شعب ذكي، شعب لما جات له أزمة 67 تكاتف وطلعنا 73، لما حصلت الازمه اللي كنا فيها السنه اللي فاتت اتلم كله فرق. لازم تبقى امين مع الشعب تشرح له القصه. يا سيدي في 200 مليار جنيه بيروحوا دعم الكهرباء بترول، تاخدهم في الصحه والتعليم ولا تاخدهم في البترول؟ احنا مش محتاجين الدعم ده. في دوله في العالم بتاعنا سيادتك احنا عملنا زي ايه؟ واحد كان عنده جرح في صباعه صغير وبدل ما يعالجه على طول سابه لغايه ما بقى النهارده الايد كلها لازم تبطرها. احنا كل يوم بنتاخر في الازمه الطاقه. دكتور تامر ابو بكر رئيس لجنه الطاقه للناس والعالم كله بيدي دعم لنا في اتحاد الصناعات، بتوجه لك بالشكر. طب دكتور ابراهيم زهران قبل ما اقفل معاك طب الحل ايه يا دكتور؟ والله انا الكلام اللي اتقال كله كلام طيب، ولكن لابد من نظره شامله، رؤيه استراتيجيه. مش معقول يبقى انا عندي 140 مليار دعم واروح افكر ازود على ابو 3% واخد 800 مليون جنيه واقول ان انا حليت. لا، الكلام اللي قاله الدكتور صلاح من شويه ان اي صناعه بتاخد غاز مدعم وبتصدر المنتج ستوب اوف،
لازم اديله بسعر البحر الابيض المتوسط المدخلات بالسعر العلب بس اللي هو 14 دولار. اما اللي هيعمل منتج يبيعه للمواطن المصري بسعر مقاول اساعده، هو يساعدني وانا بساعده. لو انا قلت اللي بيصدر الغاز المدعم هياخد الغاز بسعر عالمي، هاخد 40 50 مليار فورا مش 800 مليون. لكن مين اللي يقدر ياخد هذا القرار؟ طبعا لازم الباشمهندس ابراهيم محمد يحط الخريطه قدامه ويدرس مين اللي بياخد وبياخد كام. يعني انت شايف حضرتك من الافضل الان انك تبص لمنظومه المواد الطاقه كلها دفعه واحده، وتشوف تلغي ازاي لمن لا يستحق وتبقي على من يستحق. يعني بالتاكيد، والا يبقى بنضحك على نفسنا. يبقى انا بتكلم على ابو 3% هو اللي زودته، واللي بياخد مليارات كل يوم بتفرج عليه، ما ينفعش. طيب دكتور ابراهيم زهران خبير البترولي، الف شكر. معلش وائل بيه، هو الحقيقه برضو زي ما انا قلت قبل كده، وطبعا يعني يمكن مهندس صلاح والدكتور ابراهيم زهران ايدوا كلامي، بعد ثوره 25 يناير و30 يونيو كانت التميمه بتاعه الثورتين العداله الاجتماعيه، وبعدين مفيش عداله اجتماعيه حاليا. المواطن المصري لو شعر ان هناك عداله اجتماعيه هيبذل كل جهده، لكن مش ممكن انا اشوف ناس بتتمتع، وبعد الكلام اللي احنا قلناه النهارده ده طبعا، ناس بتتمتع بكل المليارات دي وهو عنده لمبه وبوتاجاز وراديو وبعدين بتقطع عليه النور برضه. يعني ايه؟ يعني انا من هذا المنطلق يعني عشان نكون موضوعيين يا وائل بي، وخلي في عداله اجتماعيه حقيقيه، في مبادره ممكن توفر حوالي 20 مليار جنيه من الدعم بفكره من خارج الصندوق. يعني انا لما يطلع مسؤولين وزاره الكهرباء اقول لك انا هقطع النور، بس هقول لك هقطعه الساعه كام؟ يا سلام. طب وهتقطع النور عن الراجل اللي عنده لمبه والراجل اللي عنده قصر بنفس المعدل؟ طب ودي عداله اجتماعيه؟ تقطع النور عن حي شعبي ربما يستهلك 1/10 من مجموعة من الفنادق والقصور وفي نفس التوقيت؟ هذا الكلام ما فيهوش أي نوع من العدالة الاجتماعية. المبادرة اللي أنا بقولها وائل بي، طيب قبل المبادرة هاخد بس نشرك الناس. طيب معانا مدام جميلة من إمبابة. مدام جميلة اتفضلي. إمبابة دي مقطوع عليها على طول. مساء الخير، اتفضلي فن. تحياتي للضيوف حضرتك يا أستاذ وائل. الله يخليك، اتفضلي. بص حضرتك، أنا دلوقتي ماسكة فاتورة الغاز، أنا جاي لي شهرين استهلاك الشهرين 47 متر. 47 متر؟ استهلاك الشهرين 47 متر. أنا خلال الشهرين أكاد إن أنا ما كنتش موجودة في البيت، ما استخدمتش البوتاجاز، فهو كان السخان. وأنا مركبة سخان غاز عشان أوفر فلوس الكهرباء. فأنا جاي لي الاستهلاك، قيمة الاستهلاك 4.70 قرش. ده مغاد جنيه و70. الاستهلاك كام؟ يعني الجملة 9.45 قرش. حضرتك عشان أنا أحط الشرايح بقى اللي معمولة، ان انا هدفع كام؟ 10 جنيه على ال 25 متر الاولانيين، وبعدين ادفع على اللي بقيت بقى ال 47 متر ادفع فيهم جنيه، فانا هتوصل مثلا في حدود 32 جنيه. لا، ال 47 اللي حضرتك بتقولي عليها دي 47 متر على شهرين، يعني متوسط الشهر. انا ما استخدمتش البوتاجاز. لا تمام حضرتك، احنا بنتكلم على شريحه، يعني لازم حضرتك ايه، هاتي وصل من الوصولات اللي بتاعت حضرتك الشهر اللي كنت الشهر اللي قاعده فيه في البيت وبتشتغلي بالسخان والبوتاجاز وكله. لا يعني انت 47 شهرين، الشهر كام؟ خلينا في الشهر. الشهر هيبقى 24. الشهر 24 حضرتك على استخدام. طب ما 24 كده انت هتبقي اقل من 25. حضرتك ده على استخدام سخان، مش سخان وبوتاجاز. يعني انا دلوقتي قاعده في البيت، انا دلوقتي مش موجوده بره، انا قاعده في البيت، فهستخدم سخان وبوتاجاز. يعني انا هعدي ال 24 الشريحه الاولى اللي هم بيقولوا عليها. طب السخان شغال ليه وانت مش موجوده؟ لا هي بتقول انها ال 24 جنيه ده جات لها من غير استخدام البوتاجاز. يعني ما ماشي، طب والسخان شغال لو هي قاعده في البيت؟ لا يعني السخان شغال ليه لما انت مش موجوده؟ بيقول موجوده بالنهار، يعني انا مش موجوده بالنهار، فباجي بالليل استخدام السخان بالليل، ف
فجاي لي اللي هو 47 على شهرين. فلما بقى قاعده انا دلوقتي موجوده في البيت وهستخدم سخان وبوتاجاز، انت شايفه ان انت هتطلعي فوق شريحه ال 25 فهتدفعي اكتر. هتدفعي مبلغ بسيط يا مدام جميله ولا هتدفعي كام؟ يعني على الاستهلاك مثلا يعني هدفع مثلا 32 جنيه بدل ما هدفع 9 جنيه 45. لا 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 خالص خالص. حضرتك عشان تقدري تعرفي بالظبط هتدفعي كام، حضرتك هاتي وصل من الوصولات اللي حضرتك كنت قاعده في البيت بتستخدمي كل الادوات اللي انت متوصله بالغاز اذا كان بوتاجاز وسخان، هتعرفي معدل استهلاكك ايه. يبقى معدل الاستهلاك ده لما يتضرب في 40 قرش حاجه تقدري تعرفي بالظبط ايه. وعشان اسهل على حضرتك هتلاقي الاستهلاك كان لو حضرتك كنت بتستهلكي المتر قبل كده في الشريحه كان ب 25 قرش بقى ب 40، فدلوقتي هيبقى تقريبا معدل استهلاك حضرتك هيبقى تقريبا الضعف في الاستهلاك زائد المصروفات الاداريه اللي موجوده في الوصل عند حضرتك. وحضرتك دلوقتي يعني انتوا بتقولوا دلوقتي ان احنا عايزين نوصل الغاز لسعر الانبوبه. طب انا دلوقتي دفعت اصلا عشان اوصل الغاز دفعت فلوس، انا دافع فلوس اللي هو التقديمه 1575 جنيه. والمفروض ان انا بدفع استهلاكي، انتوا دلوقتي يعني انتوا دلوقتي هترفعوا عليا سعر الغاز، هو اصلا المرتب مش بيكمل اخر الشهر علشان ترفعوا عليا اصلا سعر الغاز. طيب ما ترفعوا انت شايفه انه المساله هتؤدي بس المبلغ هتلاقيه زياده 5 جنيه مدام جميله، 5 جنيه 6 جنيه. هي مش موجوده ال 5 جنيه يا استاذ وائل. يعني حضرتك بتتكلم في ال 5 جنيه في المناطق، انا ساكنه في امبابه والمناطق هنا يعني المنطقه اصلا ال 5 جنيه مهمه بالنسبه لحضرتك. ايوه طيب النور قاطع عليهم على طول اساسا. يبقى بتوجه ليك محمد من الغربيه. محمد اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ اتفضل. والله يا استاذ وائل دلوقتي ان انت يعني اثار المشكله اللي حصلت دي دلوقتي ما بتخوفش حد الا احنا الغلابه بس هم اللي بيخافوا. دلوقتي حضرتك انت بتقول الباشمهندس بيقول ب 40 ساخ صح حضرتك؟ طب بكره هيبقى بكام؟ احنا ما فيش حاجه في مصر يا استاذ وائل بتحصل الا لما بيجي لها اي مش هقول شهر 7 اللي كان الزيادات ده، دلوقتي الزيادات ممكن تحصل من ما بين يوم وليله. يعني ممكن ال 40 ساخ دمت في مسافه سنه على ايه بقوا بجنيه. والباشمهندس دلوقتي قال دلوقتي كلمه محدده بيقول لي الكروت اللي الكروت بتاعت البونات بتاعت التمويل. انا على السداد اجي لك يا استاذ وائل ومعايا بدل ال 100 بدل 100 كارت 200 و300 كارت. الكروت دلوقتي الرجاله بتوع التمويل نفسهم بيبيعوا. انا راجل سريح. يعني انا بجيب انابيب وشغال في مستودع. الرجاله بتوع التمويل بيبيعوا لنا الكارت ب 5 جنيه. ايوه وقبل كده يا استاذ وائل بيبيع لك كارت ايه؟ كارت ايه اللي ب 5 جنيه؟ الكارت البون بتاع التموين اللي الناس بتستلمه من لا 5 جنيه وثمن الاسطوانه اصلا في المستودع 8 جنيه؟ لا 9 جنيه ما بتتباعش. ماشي اوكي جنيه. يعني معنى كده حضرتك هو الثمن الرسمي اللي طالع في قرار رئيس مجلس الوزراء بتاع اسطوانه البوتاجاز ان الاسطوانه المنزليه سعرها 8 جنيه في المستودع. لو المستودع بيبيعها ب 9 جنيه يبقى الجنيه ده خده مقابل خدمه. اما حضرتك بتقول بتاع التموين بيبيعوا لك ب 5 جنيه، ال 5 جنيه دي فوق ال 9 جنيه ولا ال 5 جنيه دي بدل ال 9 جنيه؟ لا ده فوق ال 9 جنيه. انا بقول لك يبقى معنى كده حضرتك بتقول ان اسطوانه البوتاجاز بتوصل ب 14 جنيه؟ لا حضرتك اسمعني حضرتك. قصده الكارت الذكي اللي هو مش موجود ممكن يحصل عليه بال 5 جنيه ويجيب بدل الانبوبه 2 و3. اسمعني حضرتك يا باشمهندس. اتفضل. انا حضرتك دلوقتي انا بستلم الانبوبه من مستودع ب 9 جنيه. ببيعها كارت للمواطن ب 12 جنيه وساعات ب 13 جنيه. في مواطن معهوش كروت. زي مثلا بتوع الانبوبه بتوع المزارع بيحب يشتري الكارت بيحب يشتري الانبوبه خارج الكارت ببيع حاله كام؟ ببيع حاله ب 20 جنيه وساعات بتوصل 25 جنيه وباجي انا بقى بسلم في المستودع كارت من اللي انا شاريه ابو 5 جنيه. كلام كده. طيب محمد بتوجه ليك بشكر. ام محمد من اسيوط. ام محمد اتفضلي. ازيك استاذ وائل؟ اهلا بيكي. انا متجوزه وجوزي مرتب وانا وهو يمكن ما يعديش ال 2000 ونص.
انا ماسكه الايصال زي ما قال الباشمهندس مع حضرتك، وانا اشوف اجمالي الغاز اللي بتصرفيه في الشهر. الغاز عندك كام في الشهر؟ 91 متر. لما ادخل في الشريحه بتاعت الجنيه ونص يبقى هاخد كام؟ هصرف كام عليه؟ لا 91 متر في كام شهر حضرتك؟ بص القراءه الصفقه كانت 1157. لا 91 متر في كام شهر حضرتك؟ في شهر واحد. ده الايصال اخر شهر جايين الشهر. لا حضرتك ده. يبقى في حاجه غلط لو حضرتك قاعده لوحدك في البيت واسيوط الجو حر والسخانات اكيد عند حضرتك يعني. انا طفيت السخان دلوقتي. لا حضرتك روحي، لا حضرتك يا ريت لو تروحي للشركه تشوفي العداد، لان في استحاله ان حضرتك تستهلكي 91 متر مكعب غاز لمنزل في شهر واحد. فحضرتك انا بنصح هي بتجيلك المعدلات دي بتجيلك على طول ولا 91 دي كانت مفاجاه؟ استاذ وائل بصرفها في الشهر حوالي 43 جنيه و45 جنيه في الشهر. غاز فقط غير النور. لا حضرتك ال 43 جنيه شامله القسط اللي حضرتك بيتقسط فيه ال 1500 جنيه الاولانيه مظبوط؟ لا انا جايني بالقسط اللي بدفعه 120 جنيه. خصمت منهم القسط يبقى 43 جنيه. ازاي ده؟ لا يعني انت ال 43 جنيه ده مش من ضمنها القسط بتاع الدفعه اللي يجب ان انت تدفعيها. ال 43 جنيه دول الاستهلاك الغاز. طيب 43 جنيه انت بالمعدلات دي. طب ما هي كده هتدخل هفترض ان ده صحيح. لا معلش هو بص يا جماعه يعني برضه عشان يبقى بنقول يعني معلش انا اسف لابد ان احنا بدل بنتكلم على معدلات صحيحه ليها احصائيات رسميه مظبوطه. محافظه اسيوط متوسط استهلاك البوتاجاز فيها للاسره 1.6 اسطوانه في الشهر. هذا المتوسط لمحافظه اسيوط ده موجود بقاله سنين طويل. فانا بنصح المدام اللي بتتكلم ان هي تقدم شكوى. لا ما انا بتكلم ما هو الغاز معادل للبوتاجاز. فانا بنصح حضرتك ان حضرتك تقدمي بشكوى للشركه اللي بتوصل لحضرتك الغاز. ده بيجي كل شهر كده. حضرتك خلينا تروح تشوف العداد زي ما حضرتك بيحصل في الكهرباء ان حضرتك تشك في القرايه تجيب حد يبص على العداد. استحاله انا بقول لحضرتك استحاله ان في اسره في منزل تستهلك 91 متر مكعب غاز. استحاله. طيب ام محمد حاولي تتاكدي من ده كده. و ثاني يا طيب وائل الشهر ده 43 جنيه، الشهر اللي عدى 65 جنيه. يعني كده هفترض ده صحيح كده تتاثر بالزياده. طبعًا. لا ده هي كده متاثره لان هي كده بالنسبه لها يبقى البوتاجاز ده كان راح على العكس بتاع المفهوم بتاع الدنيا كلها. لا محمد بتوجه ليكي بالشكر. طيب هحاول هطلع بس في فاصل وبعد الفاصل هنكمل كلامنا. احنا بنحاول نشوف الحكومة رفعت اسعار الغاز الطبيعي على اعتبار انه يمكن ان توفر منه مليار جنيه. ده مبلغ قليل في اطار انه انا مطلوب مني ان انا اوفر من الدعم 140 مليار، وبالتالي البعض كان يفضل انه يتم وضع سياسات تتعلق بالمنظومه كلها بما يتعلق بمواد الطاقه، عشان لو انا بقى عايز اوفر يبقى اوفر مبلغا كبيرا. لكن في تخوفات انه تندلع ثوره غضب نتيجه عدم المفاهيم نتيجه الخلط، بس ده محتاج شفافيه ووضوح. هنحاول نكملها بعد الفاصل وهنستقبل تليفوناتكم.